أمور غريبة في هذا الكون، سنريكم أحدها. ما حكم النكاح مع الدليل؟ فهو محرم، والدليل إنما المؤمنون إخوة. إيه هذا يا مؤمن؟ السؤال الثاني باللغة الإنجليزية، لكن التلميذ المجد على ما أظن أنه أجاب باللغة الإغريقية. لا إله إلا الله وحسب الله ونعم الوكيل. بين موقف صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين بعد معركة حطين. لقد كان مبسوطا. إنها المخدرات. ماذا فعل الرومانيون بعد عبورهم للبحر الأبيض المتوسط؟ بكل سهولة، لقد قاموا بتجفيف ملابسهم من الماء. اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ بماذا صور الشاعر البيت السابق؟ لقد صوره بجالاكسي إس 4. وإنا لله وإنا إليه راجعون.